برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، عقد المجلس جلسته اليوم، حيث بدأ المجلس بمناقشة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، فيما رفض المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام، وتمت إحالته بالتالي إلى مجلس الشورى. ثلاثة أسئلة كانت من نصيب وزارة الإسكان، جميعها تدور حول جهودها في إنهاء الطلبات الإسكانية القديمة وتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكنية. تبين أن هناك مجموعة من المشاريع الإسكانية سوف تنفذ في مدينة حمد وهي بسيطة جدا، لكن هناك مشاريع أعظم وأكبر موجودة في منطقة اللوزي. وزارة الإسكان تبذل جهود كبيرة وهناك تنوع في الخدمات، وسعادة الوزير يعني وعد أهالي الدائرة العاشر على وجه التحديد بأن هناك يعني مشاريع متعددة في المنطقة. بينا لأصحاب السعادة النواب أن هذه الطلبات إن شاء الله في طريقها إلى الحل، أو معظمها في واقع الأمر، على أساس أن هناك جهود كبيرة واضحة تبذلها وزارة الإسكان بدعم كبير من الحكومة الموقرة، متمثلة في الخمس مدن ومتمثلة أيضا في المشاريع الصغيرة. تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون الدين العام حظي بموافقة المجلس الذي بدوره رفض المشروع حفاظا على الاستثمار ولدعم السياسة المالية في المملكة. هناك ثلاث نقاط جوهرية يعني يمكن هي كانت لها النصيب الأكبر في موافقة أعضاء السلطة التشريعية لتقرير اللجنة التشريعية. الأمر الأول هو أن المشروع حدد سقف الدين العام ب60%، ونحن نعلم اليوم بأن هذا المشروع الذي أقر في 2015 اليوم سقف الدين العام بالنسبة للناتج المحلي بلغ 78%، وبالتالي هناك استحالة في أن نطبق هذا المشروع، وخاصة وأنه أن هذا المشروع يضعنا جميعا في واردة المخالفة. كذلك مضمون المشروع نفسه يتعارض مع مشروع الميزانية العامة والذي تنظره اليوم اللجنة المالية في مجلس النواب واللجنة المالية كذلك في مجلس الشورى. الأمر الثالث وهو أن في هذا المشروع مواد تمس العلاقة بين المصرف المركزي وبين الحكومة. اليوم صوت المجلس على رفض مشروع قانون الدين العام متوافقا مع الاعتراض لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وكان هذا الاعتراض حقيقة باعتبار أن الدين العام تجاوز النسبة المقررة في هذا المشروع، ثم أن إمضاء هذا المشروع سيرتب عليه عرقلة الميزانية العامة والتنمية والحفاظ على العملة، فنحن رفضنا هذا المشروع من أجل الحفاظ على العملة ومن أجل التنمية المستدامة. توصية لجنة الخدمات حظيت هي الأخرى بموافقة المجلس بالإجماع، حيث رفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن تنظيم سوق العمل.